خلال أسبوع فقط ارتفع أعداد الإصابات في العراق لأكثر من 100 إصابة، مع تماثل ما يقارب أو أكثر من 30 أو 35 حالة وأكثر من هذا العدد، خصوصا بتفاوت الأرقام ما بين فترة وأخرى التي تماثلت للشفاء. حتى هذه اللحظة المواطن العراقي يكذب الإعلام، يكذب ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعض المواطنين لحد هذه اللحظة ما يلتزم بحظر التجوال، شددنا من خلال عنوان الحلقة حظر التجوال الصحي حتى تلتزم بالتعليمات والإرشادات، حتى ما تختلط، حتى ما تسوي تجمعات برأس الشارع، حتى ما تسوي تجمعات داخل بيتك، أرقيلة ودومنا وما إلى ذلك، حتى ما تفتح المقاهي بالخفاء بعيد عن أنظار القوات الأمنية والدوائر الصحية ويضعون البردات، وأكو زوار دائمين لهذه المقاهي في بغداد وبقية المحافظات. وصلتنا رسائل هواية، وصلتنا أيضا اتصالات هواية في الحلقات الماضية اللي يدعون من القوات الأمنية من دوائر الصحة بتجديد الإجراءات خصوصا مع استمرار الخروقات. حد هذه اللحظة الوضع مقارنة بعدد الإصابات الوضع مسيطر عليه مع استمرار مخاوف وزارة الصحة. لا ننسى بأن وزارة الصحة في وقت سابق على لسان وزير الصحة ذكر بأن إمكانياتنا محدودة، وضعنا الصحي بالعراق والبنى التحتية ما تقدر تقاوم إذا انتشر هذا الوباء وازدادت عدد الإصابات. خلية الأزمة، وزارة الصحة والقوات الأمنية لحد هذه اللحظة دا تمنع أو دا تحاول بعدم زيادة أعداد الإصابات حتى تقدر بأنه تحتوي الكارثة وتحتوي الأزمة. لا سمح الله إذا زادت الأعداد، مثل ما نعرف بأن واقع المستشفيات لا أسرة كافية ولا أجهزة كافية تقدر بأنه تعالج أكبر عدد من المصابين، وبالتالي راح نوقع مشكلة، الاعتداءات راح تتجدد على الكوادر الطبية، وراح يرجع المواطن يلوم الكوادر الصحية اللي هي اليوم دا تقاتل بإمكانياتها المحدودة. شو كثير يلتزم المواطن العراقي بإجراءات حظر التجوال؟ وش وقت يعي بأنه اليوم احنا على شفا كارثة في ظل استمرار الخروقات وعدم الالتزام بالإجراءات الصحية؟ وهل يستمر المواطن العراقي بتكذيب الأخبار وتكذيب الإجراءات الوقائية في ظل استمرار أو ازدياد أعداد المصابين بسبب غياب الوعي وأيضا عدم الامتثال للإرشادات والإجراءات الوقائية؟ هل يخرج العراق من الأزمة مع استمرار الخروقات لكسر حظر التجوال؟ متابعينا الكرام، نستقبل آراءكم وتعليقاتكم واتصالاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم متابعينا الكرام. أبو محمد من بغداد، مساء الخير أبو محمد. مساء النور، شلونك أستاذ عمر؟ تحياتنا لك أستاذ عمر. هاي صار كم يوم والله إذا حصلك ماذا نحصل كثرة الاتصالات بيقول. فيما يخص عدم الالتزام بحظر التجوال المناطق الشعبية، يعني حاولنا نحصل رقم من خلية الأزمة، ما عندهم أي رقم المفروض أن يشروها على المواطنين. المناطق الشعبية ما ملتزمة ترى بحظر التجوال، وهذا اعتداء على الناس اللي تريد تلتزم. يعني مثل الأسواق الشعبية هي بالحقيقة مو أسواق نظامية. نعم أبو محمد. أبو محمد تسمعني؟ نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى. أبو محمد أم علي من ذي قار، مساء الخير أم علي. أم علي من ذي قار على الهواء مباشرة. لقمان من جلولة، مساء الخير لقمان. لقمان أنت على الهواء مباشرة لقمان، إذا تسمعني. مساء النور السلام. تحياتنا لك وكل مشاهدي الكرام وإلى كادر الشرقية طبعا. هي نقطتين مؤثر أستاذ الفاضل، إذا واحد يقدر يعلق كمربي أجيال. كمواطن مسقط، إحنا ما نعتبر صحيح.
يعني اذا امكن بان تغير لي مكانك، ما قاعد اسمعك، صوتك مو واضح. نتمنى بان تعاود المشاركه والاتصال مره اخرى لقمانه، ونعتذر منك لعدم وضوح الصوت بسبب خلل بالشبكه. عمر من دياله، مساء الخير عمر. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ عمر؟ تحياتنا لك. استاذ عمر، ان هذا بالنسبه لحظر التجوال الشامل، طبعا نعاني بس من شغله الكمامات العفو العلاجات، يعني ما زين نحصلها حتى باي صيدليه، اقوى صيدليات عندنا ما زين نحصلها. يعني للاسف يعني مشكله الكمامات ومشكله الجفوف، يعني كل مواطن حتى انا شخصيا اواجه صعوبه بالحصول عليه. نعم. يعني والكادر، يعني حاليا يعني احنا بدنا نلبس جفوف بس بالقوه، لو بدنا نلقى كمامات واحده او اثنين لو ما نحصل. يعني كل العراق المشكله مواجهه وسائل قاعد تصل. فنتمنى من خليه الازمه، وهذا صوتك، نتمنى بان يوصل الى خليه الازمه بتوفير المواد الغذائيه كمعقمات كجفوف ككمامات وما الى ذلك للمواطنين. نعم. نتمنى بان الصيدليات بانه تبقى مفتوحه، نتمنى الصيدليات يتعاونون خاصه صحه دياله. نعم. ونتمنى من عندهم هذا الشيء، من خليه الازمه ومن صحة دياله. شكرا جزيلا أستاذ عمر. نعم عمر تسمعني؟ اي نعم اسمع. المواطن بدياله ملتزم، لو ما ماخذ الموضوع بجدية، اكو تجمعات للشباب خصوصا بانه هذا الحظر هو حظر صحي، مو حظر تجوال بسبب خرق امني او حظر. نعم. تجوال بسبب نعم. اكو ناس ملتزمة واكو ناس يعني نوعا ما، اكو مقاهي يمنا مثلا ساد البردات مالته. نعم. وداخل المقهى نعم اكو، بس نسبة قليلة، واكو منهم لا والله ملتزم. زين، هاي النسبة القليلة اللي القهاوي اللي تفتح. نعم. يعني اليوم اوصل رسالة بانه المواطن الواحد لا سمح. نعم. الله اذا انصاب وما تم الكشف عن حالته مبكر. نعم. من الممكن بانه يصيب 50 او 60 او 100 او 150 مواطن، خصوصا بانه. نعم. اليوم بانه هو دا ينرقل، نفس طالع، دخان النرقيله، التقارب، الالتماس ويا المواطنين الاخرين. نعم. اليوم المواطن ما له دور بانه دا يشتكي على هاي القهاوي، خصوصا بعد استاذ عمر احنا اكو جهد امكاني من القوات الامنيه ما مقصره، بس اكو بعض الشباب ما تلتزم بهذا الحظر. نعم. اي يعني اكو بعض الشباب ما تلتزم بهذا الحظر، ونتمنى منهم الالتزام بالحظر. نعم. لصحتك وصحه عائلتك. نعم نعم، وشكرا جزيلا لك. تحياتنا لك عمر ولاهالي دياله، ونشكر متابعتك واتصالك. متابعينا الكرام، نتابع واياكم يعني رساله الى شريحه الصم والبكم ايضا، والتجديد على مخاطر وباء كورونا. رئيس جمعيه الصم والبكم هاني شاكر وصل رساله إلى هذه الشريحة بعدم الخروج إلى الشارع والبقاء في البيت. خلونا نتابع. Mm-hmm.
من لبنان. أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد، ناخذ اتصال آخر. سعد من ديالى، مساء الخير سعد. سعد تعال الهواء مباشرة. ألو مساء الخير، تحياتنا لك سعد. نصي لي صوت التلفزيون، اسمعني عن طريق الهاتف حتى لا ينقطع الاتصال. ألو مساء الخير، تحياتنا لك. تحياتي لكم القناة الشرقية، وحياكم الله على هذا البرنامج اللي ما عنده أي وعي بخصوص هذا الفيروس. نعم أخي، بس أحب أنقل حالة، يعني إحنا نعم. من أهالي مدينة الصدر، إذا أكو مسؤولات المفروض تفوت على المناطق الشعبية. المناطق نعم. الشعبية اليوم ما عندها أي التزام، خصوصا المقاهي. المقاهي جاي نشوف فيها أعداد يعني بشكل فظيع. يعني صحيح الدوائر نعم. الحكومية أطلت والجامعات والمدارس، بس يا أخي أقعد ببيتك، أقعد ببيتك زي. ولا تروح لا مقهى ولا تطلع المطعم، وحافظ على أرواح الغير. أكو ناس تريد تحافظ على أرواحها، على أرواح عوائلها، على أرواح أطفالها. وأكو حالة ثانية، يعني أتمنى توصل المسؤولين. يعني أخي إحنا موظفين قدام وزارة النفط ونطالب، يعني نطالب مسؤولين، نطالب المدير مالتنا بتوفير يعني يعني معدات وقاية وأبسط مستلزمات الوقاية ما جاي يوفروها لنا. يعني إحنا أرواحنا يعني مضحين بيها، بس نريد نعرف يعني. يعني أنتم مستمرين بدوامكم وبعملكم لحد هاي اللحظة، ما قعدتوا بالبيت؟ اي اخي احنا مستمرين بالدوام مالتنا، وسوينا كتاب تخويل نعبر به للسيطرات. نعم. بس جاي نطالب مسؤولين يعني توفير تشوف او كمامات او كحول او معقمات، ما جاي يوفرون هذا الشيء. يعني احنا مضحين بينا زين. يعني ما موفركم اي اجراء، نتمنى بان توصل نعم. رسالتك. خلينا على المشكله الاولى، المشكله الاكبر، الكارثه. نعم. اليوم اللي مو بس فقط مدينة الصدر، ولكن مدن عراقية ومحافظات عراقية تواجه نفس المشكلة. لحد هاي اللحظة انت دا تشوف، يعني انت كمواطن وقريب يعني من الشارع، من جيرانك، دا تطلع ودا تشوف الوضع. شنو سبب بانه المواطن دا يخرق ويكسر حظر التجوال؟ شنو السبب بانه المواطن ما اخذ الموضوع؟ يعني دا نشوف بانه يا بتو دا تشذبون، ترى ماكو هيك حالات، والعراق ما بي اي اصابات. نعم اكيد الاخي، السبب الرئيسي هو غياب القانون. اخي ماكو قانون. نعم. يعني خصوصا المناطق الشعبيه ما يخافون من اي راده، الشرطه ما تاثر بهم، القنوات الاعلام ما ياثر بهم، اكو غياب قانون واكو قله جهل عند الناس. نعم. نتمنى ان النقطتين يعني يركزون عليها الجهات المسؤوله. نعم. حتى الناس شوي تفتهم بالنسبه للقانون، شوي نحاسب، شوي نكثر الغرامات، شوي نوعي الناس من خلال قنوات الإعلام، وإن شاء الله نتعمل خير. يعني أفهم من كلامك بأنه الحياة داخل هذه المدينة طبيعية، قهاوي مفتحة، مطاعم مفتحة، والوضع طبيعي عندهم. أكيد أخي، يعني أنا يعني ذاك اليوم يعني صارت حالة قدام، يعني أنا يعني أمام أنظاري دخلت الموقع، يعني كنت أدخله سابقا يعني عن طريق الصدفة، أشوف يعني الأعداد أزيد وأزيد يعني خلال هاي الفترة. ما أعرف يعني الناس أين قاعدة ببيوتها، صارت نوع من الملل، ما أعرف شلون. نعم. نتمنى بأن توصل رسالتك، وأيضا يعني اليوم دعوات المواطنين برفع إجراءات مشددة، وأيضا برفع المبالغ المالية أو العقوبات لمن يحاول خرق أو كسر حظر التجوال بأي شكل من الأشكال. عندنا اتصال آخر. علي من البصرة، مساء الخير علي. مساء الخير حبيبي، تحياتنا لك حبيبي. انا اريد احكي على انه احنا موظفين الشركات النفطيه. نعم. اللي نشتغل بالحقول النفطيه. نعم. احنا ما شاملنا اي شيء من هذا الحظر، واحنا ورانا عوائل. نعم. زين، ما ندري على يا ساعه على اصابه على شيء، وما ما طبعا لاكو وقايه، لا يعطون كمامات، لا يعطون شوف، لا منظفات، والموظفين كلها متواجدة هناك، إذا ما أدهم غياب قطع راتب. نعم. يعني ما أدري هل إحنا صحيح نروح، يعني يبقى النفط يشتغل وإحنا نروح زين، يعني إحنا مو ناس مباشرة. طيب، يعني إحنا حاليا يعني كوادر مؤسسات إعلامية مستمرين بعملنا برغم المخاطر، بس بالمقابل يعني اليوم إحنا
نشوف بانه المطالبات باجراءات وقائيه، يعني حاليا احنا يعني بدنا نلبس شفوف، بدنا نتخذ الاجراءات اللي بدنا نقدر عليها، بس انتم كموظفين يعني قد يكون عملكم ميداني لكم، يعني قد يكون يعني مفارز او اي اجراء ثاني او حسب طبيعه عملكم. اجراء ما اكو، ما عندكم اي اجراء؟ اي اجراء ما اكو، يعني تعال شوف الحقول، الموظفين موجودين، الحركه موجوده بداخل الحقول، طيب احنا شنو ذنبنا؟ احنا باكر عقبه اذا صار بينا شيء من اللي يتحمل؟ زين هذا كله على مود النفط؟ زين هذا وظيفتك اخ علي. طيب اوكي، بس انا هم اخاف على نفسي. نعم. هم اخاف على عائلتي. زين انت شخصيا قاعد ملتزم بالاجراءات، دا تنظف يعني دا تستخدم معقمات او يعني ملتزم بالارشادات التوعويه والارشادات اللي تقيك او تقيك من مرض او من هذا الوباء، شلون نشوف الوضع داخل منطقتك؟ المواطنين ملتزمين لو لا؟ داخل هو شيء مرتبط بشيء. انا احكي لك من داخل الحقل، يعني نعم. داخل الحقل احنا ملتزمين، ولكن اكو حركه، اكو اكلكم، يعني عندنا محلات مفتحه، اكو كوفيات مفتحه. زين يعني ولا كانه اكو شيء، ولا كانه صاير شيء بالموضوع. نعم يعني بعموم يعني البصره ولا بمناطق محدده؟ انا اتكلم على المكان الحقل اللي انا بيه. يعني المكان الحقل اللي انت بيه. نتمنى السلامه للجميع، ونتمنى من المواطن بانه هذا مو مثل ما نقول تنظيم ارهابي او حصار او مفخخات او قاعد تتعامل مع اي مشكله مرت عليك او مرت على العراق بوقت سابق. احنا دن نواجه مرض، دن نواجه وباء، دن نواجه فيروس لا يرى بالعين المجرده. ايضا يعني خليه الازمه اعلنت عن تمديد حظر التجوال الى السبت القادم. عندنا اتصال اخر، احمد من كركوك. مساء الخير احمد. مساء الخير استاذ، تحياتنا لك. شلونك حبيبي؟ الله يبارك فيك. استاذ اريد نفسي على نقطتين. نعم. يعني مهمه، اول نقطه بخصوص برنامجك او موضوعك، والنقطه الثانيه اريد نوصل مقترح للحكومه حقيقه، لان ما تتوفر عندنا هذه الوسائل حتى واحد يقدر يوصل هيك مقترح. اما بخصوص النقطه الاولى، هل العراق يعدي هاي الازمه ضمن مع وجود هذه الخروقات؟ طبعا انا اشتغل بقاطع صحي. نعم. وكفني دوامي يعني ربما يومين بيومين، بس الخروقات احكي بالنسبه لمحافظتي الحمد لله الامور زينه من ناحيه المطاعم كافتريات ما اعرف ايش، بس تسالني مثلا بالشوارع الناس كلها بالشارع. المساله مو طاقه من تجول حتى انت توقف في الباب وتقعد يم جيرانك وتشوف ست اصدقائك وتتجمعون تصيرون سبعه تسوون عزيمه الغداء، مو هيج. المساله انه توقف بيتك، اذا بيك شيء لا تاذي غيرك. نعم. هسه يعني احنا وصلنا لمرحله، انا بيني وبين نفسي وصلت لمرحله اقتنع اذي بس عائلتي، ليش اذي الناس الباقيه؟ هسه انا اذا حملت الفيروس وجيت لعائلتي، عمي ممنون، صديقك وجيرانك واخوك وفلان وفلان، هذول ليش؟ نعم. يا اخي خلي على الاقل بهذه الامكانيات اللي عندنا، خلي حكومتك تسيطر. انت يوميا نسمع خبر ابو نينوى يشتكي من عدم وصول المبالغ المخصصه اليه، نعم. ابو البصره يشتكي، ابو كربلاء يشتكي، طيب انت تشوف البلد ما بها الامكانيات القويه. يا اخي حافظ على نفسك، عوف البلد، عوف المسؤولين، عوف حافظ على نفسك، على بيتك، نعم. على صديقك. هذه نقطة. نعم. النقطة الثانية، استاذ عمر، ما ادري عندك فد تخيل ايش قد عندنا سجناء بهذا بالعراق؟ سجناء بالسجون المركزية؟ نعم. يعني اتخيل، ما عندي وصلتني انا طبعا الحلقات الماضية اجاني اتصالين، ما اعرف اذا هو نفس الشخص او لا، بس اتصالين من داخل السجن طالبوا بي بخروجهم، لان اكو اصابات وماكو رعايه صحيه وماكو لجان صحيه تفحصهم او تشوف حالتهم الصحيه. نعم. انا اليوم ادرس الموضوع بي يعني اشوف الموضوع بزاويه اقتصاديه. نعم. اليوم احنا البلد مطلوب. نعم. صندوق النقد ما يقبل يعطينا فلوس،
الوزارة ما عندها غير 5 مليون أو 10 مليون جو أيديها تمشي أمورنا. نعم. إحنا ليش ما نجيب شكو مسجون؟ يعني خلي نفرض إحنا عندنا 100,000 50,000 من عندهم إشكالهم مع الدولة، يعني مو واحد كاتل واحد مشتكي عليه. نعم. مو واحد مفجر واحد ومسطخة إيده بدماء، شكو واحد عنده إشكال ويا الحكومة، يعني الادعاء العليا حكومي. نعم. ده تفهمني سالم؟ نعم. هذا نجي إيش قد طلعوا 50,000 40,000 نجيب واحد فات من يم سيارة داعش قالوا عليا داعش، جيب واحد ما عنده أي شيء أي ما متلطخة إيده بدماء، جيبهم السلام عليكم السلام عيني. باليوم الواحد أهلك يدفعون 10,000 دينار مقابل تروح للبيت، بالشهر 300,000، كم سجين عندك؟ 5,000 لمدة سنتين، وتخلي بيده قرار حرية وتخلي بيده قرار إعدام لمدة 15 عام، أي إشكال يصير ضمن نفس الدعوة إعدامه فوري. أنطي فرصة يا أخي، هم ينهض هذا البلد مرة ثانية؟ تدريش قد راح يصير عندك أموال لمدة سنتين؟ راح يصير عندك ما يقارب 21 مليار دولار. نتمنى بأن يوصل صوتك ومقترحك إلى الجهات القضائية وإلى الجهات الأمنية والمعنيين بهذا الملف. تحياتنا لك ولأهالي كركوك. عندنا اتصال آخر، إبراهيم من السليمانية. مساء الخير إبراهيم. مساء النور، السلام عليكم. تحياتنا لك إبراهيم. بالنسبة للسليمانية، أحدى محافظات الإقليم لحد هذه اللحظة هي الأعلى بعدد الإصابات عن باقي على كركو أو عفوا عن دهوك أو أربيل، هي الأعلى لحد هذه اللحظة بعدد الإصابات. نعم. هل السبب يعني قلة الوعي، المواطن ما ملتزم، إجراءات صحية غير كافية، لو شنو الموضوع عندكم؟ لا بالعكس أستاذ، تحياتي إن شاء الله لكم حضرة جنابك والمشاهدين. نعم. فما لد إن شاء الله أطول عليك حتى أفسح مجال الغيري. نعم. للاتصال بكم إن شاء الله. نعم، هي سليمانية تقريبا حدودية تدري ويا إيران. نعم. فاللي تقريبا أغلب يعني أغلب المصابين هم دخلوا عن طريق إيران. نعم. بهذا المرض، فأعتقد إن شاء الله الوضع مسيطر عليه. نعم. مسيطر عليه إن شاء الله، مسيطر عليه، والإصابات هي موجودة في كل يعني العراق العظيم. بس اللي أريد أوصل صوتي إلى عراقنا الحبيب وإلى محافظاتنا الأخرى. نعم. بأن الالتزام بالحجر الصحي يعني بداخل البيت، التجوال، خلينا نتحمل أسبوع، خلينا نتحمل 10 أيام في سبيل أنه يمنع إحنا يعني إحنا نشوف الدول المتطورة، يعني إحنا حكومتنا صحيح قلة الصحة والوزارات العجز المالي، فالدول المتطورة حجرت نفسها في داخل البيوت حتى يعني على يعني مثل ما تقول. نعم. على هذا المرض والقضي عليه، فإحنا لازم نكون واعين، شعب واعي، بحتى إحنا نحجر أنفسنا في داخل البيوت. في إن شاء الله أكون الأسبوع الأخير أو الأيام الأخيرة. نعم. لقتل هذا المرض. نعم. فأني تحياتي لكم، فما لدي نتمنى لك السلامة ولأهالي السليمانية وكل مواطن عراقي في عموم العراق. نعم. السلامة والصحة والسلامة يا ربي يسلمكم. نعم. تحياتنا لك. ننتقل إلى البصرة. محمد، مساء الخير محمد. محمد للأسف انقطع على الاتصال. محمد من البصرة. دا نشوف عبر البث المباشر مواطنين اليوم دا يطالبون، خصوصا من الميسوري الحال اللي ذوي الدخل المحدود، العمال اللي أجرته يوم وبيومه، دا يطالب برفع حظر التجوال، دا يطالب برفع حظر التجوال حتى يقدر بأنه يمشي أمور حياته، يقدر بأنه يشتغل يحصل على يوميته. خلال الساعات القليلة الماضية شفنا بأنه كنت تحدي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى المنطقة وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى العراق بأن يتم إعفاء المؤجرين من إيجاراتهم، يتم إعفاء أصحاب المولدات، يعفون المشتركين من دفع الإيجارات لذوي الدخل المحدود، العمال ينطوهم على سبيل المثال أجرتهم لمدة شهر حتى لو نص الأجرة بس تقدر بأنه تعدي هذه الأزمة، محال تجارية مخضر أنطوا بالمجان أو حطوا لافتات بأن
للعوائل الفقيره بانه ياخذون ببلاش بدون اي مبلغ مالي، وبالتالي التضحيات وايضا يعني تقديم المساعدات مستمر من قبل العراقيين، ولكن هذا بوحده مو كافي. اليوم هواي من العوائل قاعد تشكو الجوع، الفقر، ما عندهم اي مصدر رزق اخر في ظل حظر التجوال. فبالتالي نتمنى يعني اليوم دعوات بإعالة هذه العوائل، دعوات أيضا بإطلاق مفردات البطاقة التموينية في الوقت الحالي تفاديا لكارثة. أيضا اليوم المواطن يقول لك أنا إذا ما راح أموت من الجوع، يعني إذا ما أموت بالفيروس فراح أموت من الجوع في ظل استمرار حظر التجوال. عندنا اتصال آخر. فاطمة من زاخة، مساء الخير فاطمة. هلا، مساء النور، تحياتنا لك. أول شيء حبيت أقول إنه مو كل شيء نذهبها برأس الحكومة، تعرف شلون؟ نعم. لأن الحكومة من يسوي حظر التجوال؟ هاي إلنا حتى يعني شلون يسيطرون على المرض. نعم. يسوون حظر التجوال حتى نحافظ على نفسنا ونحمي من هاي الفيروس، هاي حتى نبقى بالبيت مو نطلع سفرات ونتونس. نعم. يعني خلي حافظين على نفسهم بهالأيام، هو شهر شهرين راح يخلص هاي المرض، خليه يشيل لخ العراقيين هم يخزنون المواد وما يعني ما يحافظون يبقون بالبيت. زين. بزاخة عندكم حظر تجوال؟ اي اقوى. ملتزمين المواطنين؟ شلون الوضع في زاخة؟ ملتزمين، واي واحد يخترق هاي القوانين. نعم. يعني شنو يتعاقبون؟ شنو العقوبة؟ شنو العقوبة عندكم بزاخة؟ مثلا اذا السيارة، حتى السيارة او اي شيء. نعم. اكو اشخاص يعني يقبلون هم يطلعون. نعم. مثلا اصحاب الافران المستشفى، هذول شغلات يعني مسموح لهم. نعم. بس اي سيارة مثلا تروح اليهم اذا ما عنده اي شيء، أقل شيء $100 هاي عقوبة. نعم. إيه هاي مرة واحدة، إذا مرتين يصير $300 ويأخذ السيارة من عنده خمس سيارات تبقى. طيب. محجزة. يعني لو تنحجز السيارة إذا مرة، المرة الأولى يعني يدفع مبلغ مالي، المرة الثانية إذا تكررت تنحجز السيارة ومين أغلى؟ يدفع من يدفع. نعم. مالي $300. نعم. $300 يعني 400,000. إيه هيجي حتى شو حتى الناس يلتزمون. نعم. بها. نعم. نتمنى لكم السلامة، تحياتنا لك، نشكر متابعتك واتصالك. عندنا اتصال آخر. أم علي من بغداد، مساء الخير أم علي. أهلا وسهلا، شلونك يوم؟ تحياتنا لك. شلونك زين؟ الله يبارك فيك. بالنسبة أنا ولا هو مو الموضوع مالتنا، بس حتى الجناء. نعم. نتمنى من الله ومن الوزير يفرج. نعم. عنده. أول شيء الزحام، يعني. نعم. أتمنى بالمطار لو تشوف الظلم، ظلم ظلم بالمطار. نعم. نحاولهم والناس فوق ناس، أتمنى من الله من الوزير يفرج عنهم. نعم. يعني والله حتى أبرياء بهم. نعم. والله أبرياء. نعم. نتمنى بأن تصل رسالتك أم علي، خصوصا بأن دعوات للالتفات إلى هذه الشريحة، دعوات الالتفات إلى السجناء في ظل هذا الوقت. تحياتنا لك، ونتمنى بأن تصل رسالتك ومطلوبيتك، ونشكر متابعتك واتصالك. مستمرين متابعينا الكرام بتغطيتنا لهذا اليوم، وأيضا بما يخص إجراء الحظر الصحي، ونرجع نقول بأن هذا الحظر الصحي حتى تقعد ببيتك، مو حتى تروح يم جيرانك، مو حتى تلعب، تسوي لك لما داخل البيت تلعب دونه، مو حتى تروح القهوة. هذا حجر صحي. 141 دولة، أكثر من 141 دولة انصابت بهذا الفيروس، آلاف الوفيات. فبالتالي ما من الممكن بأنه تقول بأنه العراق ما بشيء، كل ما يتم تداوله هو كذب في كذب، لأن أنت راح تتحمل ذنب إصابتك وذنب أيضا إصابة المواطنين الآخرين اللي من الممكن بأنه يصدقون ما تقول عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا اتصال آخر. يونس من الموصل، مساء الخير يونس. السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتنا لك. أخويا على مود بالنسبة لمنع التجوال. نعم. أخويا احنا نشتغل يوم بيوم. نعم. كلنا أصحاب محلات ودخلنا يوم بيوم. نعم. ولسه مقبلين على رأس الشهر. زين. بالموصل الحمد لله وشكر ما عندنا حتى أي حالة كورونا ما عندنا. نعم. ومثل ما سمعنا يقولون سد الحدود الماني وما يكون احد يطبل يطلع. زين هسه احنا قلت لك نشتغل يوم بيوم، اذا ما عندنا كورونا انا ايش حفظت تجوال؟ يعني انت تعرف مقبلين على الشهر. انا ايجار بيت 450. طيب. عندي ايجار محل 150,000. عندنا مولي اذا ما بيت مال محل. عندنا مصرف بيت، زين اذا احنا نشتغل يوم بيوم وما عندنا راتب، ما قلت لي احنا من هنا ايش؟ زين. متى معفاكم؟
من الإيجارات، إذا إيجار بيت أو إيجار محال أو إيجار مولد للوضع الحالي اللي يمر به البلد، لأن أنتم ما عندكم يعني قاعدين ما عندكم مصدر دخل، ما عندكم شغل حالياً، ماكو أي تحرك بهذا الخصوص، ماكو أي مبادرة من قبل المواطنين، ماكو أي مبادرة، ماكو الجزء نشوف غير مناطق أكو، بس أنا نفسي إيجار إيجار أبو الإيجار أبو البيت يريد إيجار بيته، أبو المحل يريد إيجار محله، أبو المواليد يجي مال بيت مال محل يقولون طن يشترك مال المواليد لا يطفي الجوز علينا، لأن إحنا إذا ما عدنا غير هذا الدخل وهذا يوم بيوم ما تبي الناس مين تعيش مين تنطي إيجارات مين ناكل نشرب صح ولا لا يا أخي؟ اليوم شلون تصرف، شلون تجيب المواد الغذائية، شلون تتغدى، شلون تتعشى؟ والله عدنا حاليا عدنا خير من الله، بس ما معلوم راشارة تخلص ما تخلص ما معلوم. زين فيعني اللي نترجى من محافظينا و ما كان شحات خلي صاحب التجوال إذا ترتب أكو حالة خلي رجال صاحب التجوال هاي. المواطن ابننا وملتزم، أنت من الموصل؟ ملتزمين حضرتك، أكو ناس ما ملتزمين بس كله يعني والحمد لله وشكر يعني هالصار نجد قاعدين نخلي مثل ما يقول الحجي صحيح إحنا أهل الموصل ما عندنا أي حالة. نعم الحمد لله. نترجى من محافظينا ويرفعون حظ التجوال يباعون على العالم هذه، نريد نشوف موقف محافظينا ومن أهل الأملاك والإيجارات. نعم. يعني احنا قاعدين شهر على الشهر السريع 22-23 هاي مددوا اذا مددوا لسه متى ايجار على الشهر؟ نعم. راح نجيب البيت يقول اريد ايجار مال بيت، راح نجيب المحل يقول اريد ايجار مال محل، راح المواليد يطقون علينا جوازات اللي يجيبون اشتراكات، لان من راح نعطي؟ احنا صار لنا شهر كامل قاعدين. تحياتنا لك، نشكر متابعتك واتصالك، ونتمنى ايضا باعفاء المواطنين من الايجارات، واذا كان محل واذا كان بيت واذا كان مولد او اي ايجار كان. عندنا اتصال اخر، عبد السلام من الموصل. مساء الخير عبد السلام. مساء النور، شلونك؟ تحياتنا لك. شلونك اخوي؟ الله يبارك فيك. بالنسبه للحضره التجوال انا اول شيء منتسب. نعم. يعني بداخل المدينه نينوى يعني ملتزمين، اما كاغضيه ونواحي ما حد يقدر يلتزم. طيب انت تشتغل داخل مركز المحافظه لو بالاغضيه والنواحي؟ انا اغضيه ونواحي. اغضيه ونواحي. شنو سبب يعني عدم الالتزام وشنو الإجراء اللي قاعد تتخذوه؟ يعني أول شيء من ناحية المواد الغذائية والخضروات إحنا اتخذنا إجراءات درينا عليهم إنه لا تزيد السعر، إذا زاد عليك التاجر يتحاسب التاجر. نعم. إنه إذا لا يزيد كيلو طماطم مثلا عنا 500 دينار، لأن أكو ناس يعني متعففة ما يقدر، إذا صار بألف أو 750 ما يقدر يشتري. نعم. التزام ماكو، يعني سفرات فرات زيار اخي يقعد بالبيت لان هذا الشيء فوق الخيال، يعني مرض. نعم. فوق الخيال، ليش تتصورون وتتمهزلي والله شنو عادات وتقاليد، اخي يقعد بالبيت تطلع عليهم لقيهم طالعين سفر، اخي رجع على البيت، اي رجعنا، ترجع طب للمركز ترجع ورا شويه تطلع عليهم لقيهم ما في سن قاعد. يعني انت ما يعني اذا سمحت لي، يعني انتوا اليوم همينا لكم لأنه لازم تتخذون دوركم. التوجيهات اللي جايتكم أنتم كمنتسبين أمنيين بأنه لكم حق الاعتقال، الغرامة المالية لكم حق، بأنه بس تقولهم رجعوا لبيوتكم. لحد هاي اللحظة ما عندنا أي أوامر. نعم. فقط تحذير إجراء تشدد بالموضوع أنه لا تطلع حضر في جوال تبليغ. نعم. بالجوامع سيارات عسكرية القوات الأمنية الجيش معانا والحشد، بس اغلب ما يلتزم بالموضوع، يعني ما يلتزمون بالاس، تطلع عشاء تلقيت ولا تفطر سوق مفتح، اطفال تلعب بالشوارع، احنا عسكريين محجوزين وجباتنا ما تنزل الى يوم 1/4، يعني ما لا نزول ولا التحاق، محجوز. المواطن ما يلتزم، احنا ملتزمين وما ما ملتزمين معانا. زين. هذا الالتزام برأيك هو بسبب ضعف القانون؟ لو المواطن ما مصدق لحد هاي اللحظة بأنه أكو وضع، ما شاء الله. الموضوع الثقافة. نعم. الاجتماعية هي الثقافة، التوعية ماكو. نعم. قراريات نواحي، يعني ما بين مثل أبو المدينة يتفهم، وكثرة القوات الأمنية داخل المدينة. نعم. مسيطرة على الوضع وناس يعني مفتهمة الوضعية. نعم. اما بالقرى والولايات عايشين على القوانين العرفيه، يعني ان شاء الله عاديه معود ويجي مشيها. هذا الشيء نتمنى بان توصل رسالتك من محافظه نينوى، انه منتسب امني
بالقرى والأرياف اللي يقول بأن المواطنين طالعين سفرات وما لنا الحق بأنه نفرض غرامة أو نعتقل لأن ما جانا أي توجيه، وبالتالي بأنه يقول إحنا نوجه منه نرجع للمركز نشوفهم طالعين مرت اللخ ولا الأسواق الشعبية مفتحة وما إلى ذلك بدون الالتزام بالإرشادات بدون الالتزام بحظر التجوال. عندنا اتصال من الأنبار، أبو أيهم مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذ؟ شلون تحياتنا لك. شو أخباركم؟ الله يبارك فيك. أستاذ على مود هاي الأزمة يعني هسه إحنا بالأنبار ما عندنا لو إصابة. الحمد لله. إصابة واحدة بالأنبار ما عندنا. زين أكو حل بدال ما هسه هو يطلع المحافظ ويطلع مدير الصحة يقول إحنا ما عندنا لو إصابة ولازم حظر تجوال وحظر تجوال. أكو ناس هواي ضررت يعني هسه المحافظ عنده. مدير الصحة عنده. الجندي الواقف في الشارع راتبه مليون ونص عنده، اكو ناس ما عنده، يعني مثل الان صاحب عائله وعندي تاكسي. زين. نعم. غير حاله شلون اصرف انا؟ زين. زين اكو حل، يعني عندك صقور الزم الصقور واسدها. ولين يجي مثل من هناك من بغداد يطب ما قطعه المحافظات، حافظ على المحافظه داخلها يعني الزم الحدود. زين احنا قاعدين بالله ايران متروسه اصابات وفاتحين الحدود والزوار قاعد يطبون كلهم مصابين. نعم. اليوم الحدود مسدوده، الحدود مسدوده ابو ايهم. يم المراقد. زين احنا شنو ذنبنا ابو ايهم؟ احنا راح تظل مستمره ابو ايهم كسائق. نعم. تاكسي يعني انت واردك يومي يوم بيومه تصرف. اي نعم يعني تقدر تصبر يعني. او تقدر يعني وضعك المادي حاليا وضعك المالي يقدر بانه ينتظر او تقدر بانه تقدر تصرف على البيت من نهار السبت القادم او للاحد القادم؟ والله والله اذا اقول لك يمكن باكر ما اقدر. باكر اتمنى بالله انا قاسم لك يمين. نعم. زين اللي مثل يعني وضعك يوم اللي يوم مثل يوم وضعك شلون دايشون امورهم؟ يعني 10,000 15,000. نعم. زين؟ نعم. يعني انا عندي خط مع الصحه وانا موظفات للصحه، اليوم انا رحت للصحه وديت موظفات للصحه. والله العظيم 90% من اللي قاعد يمشون بالشارع ما عندهم شيء، والله انا عندي باج بالامن الوطني، والله انا عندي باج ما ادري وين، والله انا عندي باج ويمشون وهم عوائلهم يفترون كل شيء ما عندهم رواتب ذولا. زين بس اشوف حل اللي ما عنده راتب، اشوف حل اللي قاعد، اشوف حل اللي يشتغل عماله، يعني يقدر اكو عمال يقدر يطلعون بس عندنا بالزراعه قريبه علينا منطقه. نعم. اخوي اللي يجي يشتغل بها ما يجي. نعم. نتمنى بان توصل رسالتك ابو ايهم. حالك يعني كسائق تاكسي من محافظة الأنبار وأيضا من ذوي الدخل المحدود من العمال من الشباب اللي يشتغلون اللي أجرهم يوم اليوم دي ناجدون بأنه يشوفونا حل، يعني إحنا اليوم ما عدنا نصرف، ما عدنا نشتري مواد غذائية، ما عدنا نشتري صمون، ما عدنا بأنه حتى ندفع إيجارات، فبالتالي اليوم إحنا أمام مشكلة ثانية بدون التفات أي. يعني اليوم نتمنى بمبادرة من أصحاب الأملاك أو من اللي عنده محلات، نتمنى بإعفاء المواطنين أهل المولدات، نتمنى بإعفاء الفقراء، نتمنى بإعفاء ذوي الدخل المحدود، نتمنى بوضع سلة غذائية للمواطنين الفقراء. وده نشوف أنه أكو مبادرات ولكن هي غير كافية اليوم بجهود ذاتية وطاقات شبابية محدودة. عندنا اتصال آخر، أنور من السليمانية. مساء الخير أنور. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذ عمر؟ تحياتنا لك. تحية لك وللمخرج وللكادر كادر الشرقية جميعا. الله يخليك. استاذ العزيز، أول نقطة بالنسبة للإصابات اللي صارت بالسليمانية. نعم. هي مو كثرة الإصابات. نعم. بس لدقة الفحص بالسليمانية انكشفنا الإصابات. زين. أنت لو تيجي للواقع تشوف أنا صار لي ثلاثة أيام من جيت من محافظات الجنوب. نعم. هناك ماكو فحص، الطب الدائرة ما حد يفحصها. زين شلون 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 جيت والإقليم مسدود والمحافظات معزولة؟ شلون طلعت؟ شلون دخلت؟ لا لا كان الطرق كلها كانت مفتوحه قبل ثلاث ايام. فمن اجيت فحصت، اني يعني اجيت رحت اني وعائلتي فحصت ورجعت تاكدت من نفسي، حجرت نفسي ببيتي. نعم. هاي واحد. الشيء الثاني بغداد، بغداد لحد الان ما حد ملتزم، يعني اكثر العالم ما ملتزمين. هسه اني اتصلت ببناتي بالامين. نعم. بشارع الامين الثانيه. لحد الان الكل مفتحه والادهى من هذا، يعني انا من كنت هناك تروح لابو المخبز لا لابس جفوف لا لابس كمامات، تروح لابو المطعم نفس الشيء، ابو الاسواق نفس الشيء. نعم. زين انت بالانشائيه شكو عندك مفتح؟ ابو الكماليات شكو عندك مفتح؟ ابو الموبايلات شكو عندك مفتح؟ القهاوي مفتحه. زين يعني الامين. نعم اخ انور. زين تجي الامين الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه على الشارع، الثانيه على شارع الرامل.
احنا الاسبوع اللي راح وصلتنا رساله من الامين الثانيه بانه اكو تجمعات للشباب، القهاوي مفتحه، واذا بالليل يحطون بردات حتى لا احد يشوفهم، والحياه طبيعيه وماكو اي محاسبه. ولا كانه وباء، ولا كانه فد 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 كارثه طابه على البلد. هاي كارثه استاذ عمر، يعني مو فد شيء سهل. نعم. تجي على الناحيه الثانيه، هسه احنا هنا عندنا بكردستان خير من الله. نعم. يعني العالم استاهلت ويا الايجارات، يعني انا صاحب محل، ابو المحل خابر قال لا ما تدفع ايجار. زين؟ تجي هناك ثاني بنات اثنين قاعدات بفد عماره، كل ساعه جاي هنا بالعماره، يابا قالوا له احنا عماله صار لنا شهر قاعدين. نعم. ما ما ما, ما يفيد. اخر ما اعرف انا اليوم 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 ماكو مشتري. نعم. اليوم دا نشوف بانه الاجراءات ما مكتمله، الاجراءات فيها نقص. على سبيل المثال بانه اليوم انا حطيت حظر تجوال او سويت حظر صحي، اكو يعني الكوادر الصحيه تقوم بواجبها، بس ما وجدنا حل للفقراء لذوي الدخل المحدود بانه انا شلون امن لهم اي وسيله معيشيه خلال هذه الفتره. يعني اذا نشوف بان الاتصالات قاعد تجينا يقول لك انا مستعد بانه اكسر حظر التجوال واتعاقب في سبيل احصل 10,000 حتى اجيب لعائلتي اكل. استاذ عمر، هسه احنا هنا عندنا ماركتات ضخمه. نعم. قاموا يسوون سلات غذائيه يوزعوها على الفقراء، البيوت بدها توزع على البيوت وعلى الشقق، يعني مبادره بسيطه ترى احنا. نعم. زناقين بغداد والمليارديريه اللي ببغداد من نعم. من الساده وغير الساده، يعني يقدرون يديرون بلد، يقدرون يديرون عوائل فقيره ويدفعون ايجاراتهم. نعم. يطون فكم فلس معاش شهر. نعم. تحياتنا لك اخ انور، نشكر متابعتك واتصالك. ابو اسماء من الموصل، مساء الخير ابو اسماء. مرحبا استاذ. تحياتنا لك ابو اسماء. الله يبارك فيك. الله يخليك. استاذ انا حارس صلاحيه، اداوم سجن، انا من الموصل. نعم. وداوم بسجن بغداد سجن الكرخ المركزي. نعم. المطار. زين. استاذ الله يحفظك، الموصل عانت ما عانت من كوارث، وقبل كم يوم كانت فيضانات. نعم. وهسه يريدون نداوم، انا غدا دوامي المفروض اروح على سجن الكرخ ببغداد. زين. فاستاذ الله يحفظك، هسه انا عندي اربع بنات وامهم معاهم. امهم ما تبي تروح تتسوق ولا تروح تيجي ولا هذه. نعم. وهذه هاي الامراض انت تشوفها شلون استاذ؟ فالمفروض يعني يصل صوتنا لرئيس الوزراء سيد وزير العدل السيد محافظ نينوى نجم الجبوري بانه. نعم. يخلونا مباشر احنا كمنتسبين بالسجون الجنوبيه، يخلونا مباشر بالموصل لحين الله يفرجها. انت تقدر بانه تطلع من الموصل توصل لبغداد؟ والله استاذ اسعك جماعه يطلعون على بغداد. نعم. وهو رغم الحظر فلا يطلعون، يعني سجن التاجي اليوم داوموا، وسجن. نعم. الحله الباحه داوموا، وسجن ابو غريب السبت داوموا، يعني يطلعون. زي. بس الرجعه ما اعرف حيرجعون ما يرجعون. طيب. لبدلائهم هناك ما اعرف. نعم. نتمنى بان تصل رسالتك، تحياتنا لك ولاهالي الموصل، ونشكر متابعتك واتصالك. عندنا اتصال اخر، ابو محمد من بغداد. مساء الخير ابو محمد. مساء النور ابو. تحياتنا لك ابو محمد، ما اعرف شو بدك تحكي واتصال انقطع. نعم. اي نعم نعم، اشكرك اشكرك. تفضل ابو محمد. اشكر الكادر وياك. الله يخليك. عتبنا نقول على بالنسبه لخلية الازمه، المفروض تتخذ الاجراءات الصحيحه. نعم. وهالمواطنين اللي جدد خبر كلهم ترى صحيح، احنا قلنا المناطق الشعبيه مثلا ما عندها التزام، يعني اذكر لك مثلا مدينه الشعب. نعم. اللي هي امتداد لمدينه الصدر. زين الاسواق هاي كلها شنابر مو نظاميه، الجريديه والمشنو، براس السوق مجاور جامع قباء، غنم 150 200 راس. نعم. يذبحون والمعاليق والباشات والمصارين هذا بالقاع، يا هذه تنقل الامراض ولا لا؟ بلديه الشعب وينها؟ شنو. نعم. سالفه بلديه الشعب؟ ما تندق بهم ولا طلعت مره عقمت السوق اصلا. نعم. وكذلك بالنسبه لعدم الالتزام هذا ما موجود نهائيا، يعني ماكو ما حد ملتزم من على التجوال. زي. انا ادعو اخي وصديق العزيز قائد عمليات بغداد المفروض يطلع. زي. يركز على هاي المناطق. طيب. هاي هم واجبهم من صلب واجبهم هذا، لانه احنا العراقيين اذا مو مراقبه ما حاسبه ترى ما تنجح شغلتنا. ابو محمد. قائد عمليات بغداد يطلع بنفسه ويشوف. ابو محمد. اليوم اكثر من مشكله، اليوم احنا اليوم يعني اذا نواجه الفيروس بامكانياتنا المحدوده اذا نواجه هذا الوباء، بس المواطن. نعم. اليوم ده يشكل خطوره اكثر من الوباء نفسه بخروقاته، بكسر حظر التجوال، يعني
استاذ عمر اخوان المشاهدين. نعم. اللي دخلوا قبل اسبوع واسبوعين من الحدود وخاصه. نعم. الحدود الايرانيه ودعوا الاخ العزيز فريق حامد مدير الحدود العام يضبط الحدود الشعب العراقي. نعم. وانا برقبتك اقول لك يا. نعم. سياده الفريق الحدود العراقيه من طبل الحدود العراقيه هذا ورا اسبوعين ثلاثه اربع اسابيع ترى يبين راح تشوف هسه بالاسابيع الجايه راح ترتفع نسبه الاصابات اكثر يا ابن عمي. نعم ابو محمد برايك. نعم. العراق راح يقدر بانه يخرج من هاي الازمه في ظل استمرار الخروقات في ظل استمرار عدم التزام المواطن؟ والله يا استاذ امامنا مشكله عويصه امامنا مشكله صعبه. نعم. اي والجاي اسوء ترى اذا ما نضحي مصلحتنا خلي تولي. نعم. نريد مصلحه الاخرين. نعم تحياتنا لك ابو محمد ونعتذر منك انتهاء وقت البرنامج. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل الى اللقاء.